ده دور الخلاوي في المسيد. نشوف الخلفاء اللي تعاقبوا على خلافة مسيد أبونا الشيخ الطيب نجل مرحي على مر السنين، ونتكلم عنهم. والخلافة يعني ابتدت من سنة كم، ونحن الآن يعني أنت في ظل خلافتك لمسيد أبونا الشيخ الطيب. تفضل. أنا سيدي الشيخ أحمد الطيب لما انتقل أنا سنة 1239 هجرية، يعني الخلافة كان في اختلاف في الخلافة، إنه يكون الخليفة سيدي الشيخ إبراهيم الداسوقي أم ردين. فقام الشيخ البصير رضي الله عنه من تلاميذ سيدي الشيخ أحمد الطيب، فقال لهم نشاور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، نشوف الخليفة يا توفيق. يا سلام. فقال لهم الخليفة نور الدايم إبراهيم لا تغضبوا. الخليفة نور الدايم إبراهيم لا تغضبوا. فهنا الخلافة بدأت من سيدي الشيخ نور الدايم. سيدي الشيخ نور الدايم ما قعد فيها كثير، بعديه يعني تخلف سيدي الشيخ أبو صالح. سيدنا الشيخ أبو صالح سيدي الشيخ أحمد الطيب. نعم. بعديه جاء مسك الخلافة سيدي الشيخ محمد سيد العباسي، شاعر مشهور يعني مكس فيها 50 عام. يعني بعديها يعني دين الخلفاء يعني قعدوا طول الزمن، لكن ما عملوا يعني كيان كامل من النشاط الديني الثقافي. يعني سيد الشيخ محمد سيد العباسي كان اتجاهه اتجاه ثقافي، اتجاه علمي، لكن في الطريق أو في المعمار مسيد عمره سيدنا الشيخ صالح. نعم. يعني المسجد كان حد العتب تمه سيدنا الشيخ صالح، الخلاوي دي سماها سيدنا الشيخ صالح بن الصالح محمد الشريف. فبعد يعني ما توفى العباسي مسك الخلافة سيدنا الشيخ أحمد صالح. بعد سيدنا الشيخ محمد صالح مسك أخوه سيدنا الشيخ عبد الرحيم عبد الأستاذ محمد الشريف. بعده تاني جاء منا سيدنا الشيخ، يعني فيها في العهد ذاته كان اثنين يعني خليفتين، سيدنا الشيخ والدنا الشيخ السيد الشيخ صالح وأخوه سيد الشيخ عبد الرحيم عبد الأستاذ محمد الشريف. أبونا توفى سيدنا الشيخ عبد الرحيم إن شاء الله ربنا يطول في عمره موجود إن شاء الله بيديه الصحة والعافية. هسه هو يكون المفروض يكون موجود خزاته، لكن لظروف ما هو خارج. والتحية إن شاء الله. جميل جدا. طيب سيدي الشيخ، دين الخلفاء الذين تعاقبوا على يعني مثلا خلافة هذا المسيد العريق الكبير بكل المريدين والطلبة والمادحين كل الحوار، خلينا نتكلم عن اهتمامات المسيد خارج المسيد بالنسبة لمثلا بقاع الذكر اللي بتكون حاضرة، أو الملاحق البرة زي الخلاوة زي الليالي بتقيموها برة، يعني خارج المسيد اهتمامات المسيد خارج المسيد ونشاطاته خارج المسيد. المسيد الله نشاطاته يعني على بقعة السودان، يعني لحد سنار يعني على بقعة السودان كل عامة نشاطاته رازع. فسيدي الشيخ أحمد الطيب أبناءه شتى، يعني منهم يعني النشاطات الدائمة الليالي الدائمة عندنا زيارة، يعني سيدي الشيخ عبد المحمود وابن رد الدائم سيدي الشيخ أحمد الطيب وسيدنا الشيخ البشير وابن رد الدائم سيدي الشيخ أحمد الطيب في شرق سنار، وفي جبل أولياء الشيخ عبد المجيد رأي جبل أولياء، وفي الملازمين الشيخ جليس ونور الدايم يلقب بجليس السور، ففي الخرطوم الشيخ أبو جنزير هو الشيخ محمد صالح ونور الدايم
غير التلاميذ يعني تلاميذه كسيدي الشيخ مطي كسيدي الشيخ التومات بنقاء سيدي الشيخ الغرش والدزين له تلاميذ سيدي الشيخ التومات بنقاء يعني هو محيي الطريقة الطيبة سماني لأن الأستاذ محمد شريف قال توم الغب صافي المشربي التوم محيي الطريقة الطيبة سماني وخلفاء الأكابر الأكبري أئمة الدين بحور الفقراء فأئمة الدين بحور الفقراء هم يعني سيدنا الشيخ النور العربي وسيدنا الشيخ برير يعني ليل يعني ليل لهم بقى سيدنا الشيخ التوم البنات.